السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. النهاردة جولة في الأسواق التميمي والعروض الخاصة باليوم الوطني. عروض حلوة جدا، في حاجات حلوة جدا موجودة، نتابع مع بعضينا ونبدأ مع بعضينا. إن شاء الله تكون جولة حلوة جدا وتستفادوا منها. في علبة فواكه، العلبة دي 4 لتر ب32 ريال، زي ما احنا شايفين قدامنا علبة الفواكه دي تشيل 4 لتر، تمنها 31 ريال 95 هلل. في برضو حاجات كده معمولة بالزعر كده مستطيلة، 3 قطع، الحبة ب14.5، 3 مع بعضيها كده، 3 ب14.5، 3 مستطيلة، هي تيجي مع بعضيها نازلة من 33 ريال ل14.5 ريال، أو من 29 ريال. في حاجة حلوة جدا هنا، اللي هو في دجاج مشوي اللي احنا شايفينه قدامنا ده، زي الفرن كده، الصفيح ده ساخن على طول، بيعملوا فيه دجاج مشوي متبل حار. الواحدة الحبة ب15.95 ريال. في ناس كتير واخدة منها وحلوة جدا سخنة، يعني احنا بنمسك كده الكيس سخنة، بيكون معمول دجاج شواية ساخن، معمول بالثوم والليمون والأعشاب. السعرات الحرارية بتاعته 251 على 100. الحبة ب15 ريال 95 هلل، يعني 16 ريال، يعني بالاعشاب. طبعا دجاج مشوي بالاعشاب والليمون والثوم، الحبه ب15 ريال 95 هللة. الصفيح ده زي الفرن كده ساخن، صفيح ساخن، حاجه حلوه جدا يعني وجميله. نشوف مع بعضنا قسم الخضروات والفاكهه، نشوف اهم العروض الموجوده في قسم الخضروات والفاكهه. في الموز ب3.75 ريال، الموز. في الطماطم غالية جدا ب13 ريال الكيلو، الخيار ب5.5، الخيار ب5.5. في البرتقال ب12 ريال اللي قدامنا ده، دي مش عروض، دي الأسعار اللي هي من غير عرض يعني. شوف مع بعضينا العروض دلوقتي الموجودة. في عرض على الليمون، ده العرض اللي موجود، عرض على الليمون اللي هو الليمون الاصفر الحجم الكبير ده، الكيلو 6.95 ريال. العروض دي اخرها يوم 28 سبتمبر. في حاجات عاملينها حلو جدا برضو هنا، حافظة الافوكادو البلاستيكية، الحبة ب11.95 ريال. دي بتحفظ فيها الافوكادو، شايفين قدامنا كده. وطبعا حاطين الحاجات دي مع القسم الخضروات والفاكهه عشان اللي عايز ياخد منها. في عرض على التفاح هنا، تفاح وردي طازج شيلي او فرنسي او ايطالي، الكيلو ب9 ريال، الكيلو ب9 ريال. طبعا ده اللي نازل عرض. فيه برضو حافظة ليمون، حافظة ليمون ب12 ريال، برضو حافظة الليمون دي زي حافظة الافوكادو كده، دي بتحفظ فيها الليمون برضو، الحبة ب12 ريال.
تعال شوف احنا عرض الليمون ده الكيلو بسبعة ريال الليمون، في عرض على اليوسفي، عرض على اليوسفي بسبعة ريال برضه، عرض اليوسفي بسبعة ريال، في عرض على المانجا، في عرض على المانجا المصري اللي قدامنا دي الكيلو بتسعة ريال خمسة وتسعين هلله. مفيش عروض كتير على الخضروات والفاكهة، فنشوف قسم تاني عشان نستغل الوقت والفيديو ما يفصلش منا زي كل مرة. فاحنا نشوف المخبوزات والفرن، فرن التميمي اللي دايما بيعمل حاجات حلوة. في البسبوسة نازلة بستة ريال، البسبوسة التميمي نازلة بستة ريال زي ما احنا شايفين كده، الحبة بستة ريال. في برضو اللي هو رول القرفة، العلبة برضو رول التميمي رول قرفة، العلبة بستة ريال برضو، ستة ريال العلبة. في اللي قدامنا ده طبعا علبة بالشوكولاتة اللي هو أسواق التميمي براوني بالشوكولاتة، العلبة بتسعة ريال خمسة وتسعين هنا. وفي الكويكرز ده اللي قدامنا ده كويكرز بالمكسرات والشوكولاتة ب 15 ريال، العلبة ب 15 ريال. شوف في برضه عروض هنا على الكيك، عروض هنا على الكيك برضه اللي قدامنا ده كيك اللي هو الأشكال اللي قدامنا دي ب 19 ريال، خمسة بوصة لحد ما تبقى خمسة بوصة. في برضه حاجات كده بستة ريال وبسبعة ريال قدامنا ديت، تورتة التوت البري أربعة بوصة دي أربعة بوصة. في فطيرة برضه حجم كبير تسعة بوصة اللي قدامنا ديت ب 39 ريال. في الحاجات دي برضه بالتفاح والشوكولاتة دي خمسة ونص، الحاجات اللي قدامنا ديت خمسة ونص. في طبعا في هنا بيتي فور، وفي تشكيلة بيتي فور هنا الكيلو ب 40 ريال. في عاملين تورته برضو كيك بالكراميل على هي طبعا الاخضر اليوم الاخضر عشان اليوم الوطني، الحبة ب 5 ريال. شوف قسم تاني كده مع بعضينا واحنا ماشيين. في عندنا برضو الكيك اللي هو اللوزين ده، العلبة بتسعة ريال، العلبة بتسعة ريال كيك اللوزين، كيك لوزين بالشوكولاتة والكراميل. نخش على قسم اللحوم الطازجة، قسم اللحوم الطازجة والمجمدة برضو. نشوف الدجاج، دجاج الكرتون، الدجاج كرتون دجاج داري، لا ده مش داري ده انتاج، ده سواء كاتبين هنا داري. في الديك الرومي الكيلو ب 32 ريال، ديك رومي الكيلو ب 32 ريال. داري هيكون هنا كرتون داري، داري نازل للكرتون الحبة 1100، الكرتون ب 154 غالي جدا طبعا. وفي الذهبي دجاج مجمد ذهبي 1200 ب 127 اللي هو الذهبي غالي برضو. في ساديه 1000، ساديه 1130، الكرتون 130، عارفين الكرتون فيه 10 حبات، الكرتون فيه 10 حبات. في سادية 800 139، سادية 800. في برضو الفريش بقى الدجاج الفريش، عندك هنا التنمية 1100 الواحدة ب 17 أورو، القطع 16 95 أبدا.
في انتاج ال1016 وربع، في صدور خلية العظم ب18 ريال اللي هي التنمية، في الوطنية دجاج الوطنية 1200 ب18 ريال، 18 ريال ب17 ريال اللي هي ال1100 ب17 ريال، وفي ردوة وفي كله نازل اليوم برضه ده موجود يعني. شوف بقى اهم حاجة احنا عندنا برضو بنشوفها كل اسبوع اللي هي الزيوت والارز. عندنا هنا في عرض على زيت هالة، زيت هالة لتر ونص نازل بكام؟ ب14 ريال. وزيت هالة عندك شهية لتر ونص ذرة ب19 ريال او 18 ريال 75 هللة اللي هي شهية. في التميمي، التميمي ذرة لتر ونص نازل ب18 ريال برضو، مش نازل عرض، ده سعره قبل العرض اكيد يعني. في سكر التميمي، سكر باسم التميمي نازل ب13 ريال، 5 كيلو، 5 كيلو ب13 ريال، ده سكر التميمي 13 ريال او 12 ريال 95 هللة. في برضو مكرونة التميمي الحبة نازلة من 3 ريال ل2 ريال او ريال 95 هللة اللي هي مكرونة التميمي. مكرونة جودي الحبة 5 ريال، الحبة 5 ريال و500 جرام اللي هي مكرونة جودي. في حبايب كاليفورنيا فول نازل ب11 ريال او 12 ريال الكام حبة، العلبة فيها 4 حبات، 3 زائد 1 مجرد. في الأرز، بالنسبة للأرز، الأرز أبو بنت ده اللي قدامنا ده، أبو بنت أمريكي، أرز أمريكي أبو بنت 5 كيلو اللي فيه حبة 57 وربع، 57 وربع. في اللي هو الجرين فارم ب40 ريال، طبعا ده مش عرض يعني. في بنجابي المهيدب، بنجابي المهيدب 5 كيلو 49.5. نشوف في هنا برضو أرز اللي هو برضو التميمي، 5 كيلو نازلين ب29 ريال باسم التميمي. في زيوت برضو، الزيوت هنا عافية، ده العرض قوي جدا، عافية اللي هو 2 في لتر ونص نازلين ب35 ريال بدلا من 50 ريال. في نور 2 زائد 750 ملي نازلين ب42 ريال. نزلنا في عروض التميمي، نزلنا في عروض التميمي، بنشوف برضو عروض الأرز والزيوت. في الزيوت هنا في زيت زيت مازولة لتر ونص نازل ب15 ريال اللي هو ده، والقلب ده لتر ونص نازل ب15 ريال. في زيت النخلتين، زيت نخيل او نخلتين لتر ونص نازل ب12 ريال 75 هللة. ايه اهم العروض؟ عندك سمنة مازولة، سمنة مازولة اللي هي ال2 لتر نازلة ب21 ريال 95 هللة. في عافية، زيت عافية نزل عرض كويس برضو، زيت عافية دوار شمس لتر ونص 2 حبة نازلين 28 ريال بدلا من 40 ريال، بدلا من 40 ريال. في النخلتين لتر ونص نازل 16 ريال 95. ده العرض القوي جدا في الزيوت اللي هو زيت عافية، زيت ذرة 2 حبة ب35 ريال بدلا من 50 ريال، ده الزيت اللي هو نازل عرض قوي جدا. زيت الزيتون، زيت الزيتون المراعي اللي هو 250 ملي نازل ب10 وربع،
انزل ب10 وربع زيت زيتون، ده اللي هو فيه زيت الزيتون، زيت زيتون التميمي، في زيت زيتون التميمي 2 لتر نازلين ب35.95 ريال هللة باسم التميمي، زيت زيتون التميمي. شفنا احنا الارز ده وبنت شفناه، في الطاي، الطاي 5 كيلو نازلين ب29 ريال 95 هللة بدلا من 43 ريال او 42 ريال. الطاي برضو ده كويس جدا وعرض كويس جدا، 5 كيلو. في الوليمة 10 كيلو 66.95 هللة الوليمة، اللي احنا شفنا ده 44.95 هللة، اللي هو بنجابي المهيدر 45 ريال. شفنا كل ده، مستمرين معاكم في جولتنا في التميمي واهم العروض المميزة. طبعا احنا شفنا المكرونة دي، شفنا الفول والمكرونة دي. في السكر بقى، سكر الاسرة 10 كيلو عاملين 33 ريال، سكر الاسرة، سكر الاسرة 33 ريال 10 كيلو. في سكر التميمي، سكر التميمي 10 كيلو 30 ريال او 29 ريال 95 هللة، اللي هو التميمي. حليب السعودية ب60 ريال مش عرض، طبعا ده سعره قبل العرض. في الشاي، في شاي ليبتون 400 جرام ب12 ريال، اللي هو شاي ليبتون فرط 400 جرام نازل من 20 ريال 55 هللة ل12 ريال. بالنسبة للشاي مستمرين معاكم في جولتنا في التميم. عندك في عرض حلو جدا على حليب السعودية، حليب السعودية اللي هو 200 ملي نازل ب27 ريال 95 هللة بدلا من 31 ريال. هو بينزل كده، مبينزلش اكتر من كده، اللي هو حليب السعودية 200 ملي. نشوف قسم تاني واهم العروض، اهم الحاجات اللي نازلة. في عندنا برضو ده مش عرض، ده مش عرض برضو. نشوف اهم العروض، اهم العروض المميزة. عندك برضو في هنا الجبنة موزاريلا 900 جرام بريزيدنت نازلة ب23 ريال 900 جرام بدلا من 44 ريال. في ناس واخدة منها كمية، في ناس واخدة منها كمية. احنا هنشوف العروض بس عشان خاطر نحاول ان احنا نختصر الفيديو ما يطولش معنا جدا، يعني في ناس بتزعل لما الفيديو بيطول. في عرض حلو جدا على الليز هنا، الاتنين حبة ب9 ريال او 8 ريال 95 هللة. اعتقد احنا ما شفناش العرض ده من زمان، يعني دي لنا فترة عشان الليز كله اسعاره زادت. الاتنين حبة ب8 ريال 95 هللة، اللي هو 170 جرام 170 جرام. في برضو عرض على حليب المراعي 15 ريال 150 ملي، الاوريجينال 27 ريال. في عروض على الجبنة برضو، الجبنة الكريمي 900 جرام، اللي هي المراعي نازل الاتنين 46 ريال. في القهوة دي برضو ستاربكس 250 ملي نازلة 7 ريال 95 هللة بدلا من 13 ريال 75 هللة. في جبنة المراعي، جبنة المراعي جبنة شيدر 500 ملي نازلة ب11.25 بدلا من 17.25. وبرضو دي مكتوب عليها مخفضة للكوليسترول، يعني حلوة جدا للكوليسترول اللي هي قليلة الدسم، برضو نازلة ب11 ريال 25 هللة، عرض كويس جدا. شوف العصاير، عصير المراعي نازل من 11 ريال ل7 ريال ونص، اللي هو 1.5 لتر،
عصير المراعي. ناديك نازل ب6.75 ريال، هل برضه لتر ونص بدل ما 11 ريال اللي هو ناديك. دي أهم عروض العصاير الطازة اللي هو ناديك والمراعي. في عروض برضو على المراعي، المراعي عصير المراعي التفاح وكل الانواع اللي هو البرتقال نازل ب13.5 ريال بدلا من 18 ريال، بدلا من 18 ريال 13.5، عرض حلو جدا يعني. نازل في بندا ب14 ريال وفي الدنوب ب14.5 او ب15.5 في الدنوب. مستمرين معاكم واهم العروض في الدنوب. في نوع من الشوكولاتة هو نازل من 12 ل8 وربع، نوع من الشوكولاتة كل ده. في عروض برضو على الشوكولاتة، 5 حبات ب11 ريال اللي هو بالأوريو ده، كادبري بالأوريو، 5 حبات ب10 ريال 95 هللة، والكيس اللي هو الكبير الحبتين ب19 ريال 75 هللة. والألواح دي برضو الواحدة ب11.5، واحدة ب11.5 بدلا من